تويتر تسوي تاج للشركات وهي راح ترد عليك وتتبرع. هل هذا الكلام بس منطقي؟ الحين بنزل تغريده ابي احط ايلون ماسك واغنى رجال العالم. اي بس انطرنا حد يعبر. والله شوف هو الحركه جميله صراحه. زين صحيح جميله و يا خلنا نشوف خلنا نشوف. والله صدق صدق يعني تويتر الرد فيه سريع. طيب عبد الله جوردن هو اللي قال هذا الكلام شكرا. هم شوف لو ان الناس نفسها اهمة الناس الدالة على الخير كفاءة الناس نفسهم ينشرون للشركات يسوون تاج للشركات يكون ايضا افضل. بس هم تجي منك يعني حلوه بعد هم تجي عادي. من عندي أحل حلوه بس ايضا بنشرهم عددهم الكثير عددهم الكثير. زين الشركه يعني مثلا تقول شركه مثلا شركه معينه عندها مثلا 10,000 في تويتر و 20,000 لما يجي عدد كبير قاعد مثلا 1000 شخص كذا قاعد يقول لهم تعالوا على المشروع او اكثر من 1000 شخص راح يلاحظون راح يجون. عرفت كيف؟ صح. فيا انت يعني راح تحث الناس. انا احثكم الان يا اعزائي وعزيزاتي المشاهدين كل الناس اللي قاعد يدلون على الخير جزاكم الله الف خير ربي يجعلها بميزان حسناتكم. انتشروا في الارض على الشركات اولا تاجات انشر في كل مكان وانشر الهاشتاج وايضا مع رابط الدفع وليس رابط البث رابط الدفع في اللايف او البث فجزاكم الله الف خير. شكرا لكم.